بعد الحصول على المخرجات النهائية لعمل الخبراء، تتواصل أعمال الورشة الإقليمية حول حماية إنتاج وتسويق الأصناف النباتية لتطوير قطاع البذور. وتسعى المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية في غرب إفريقيا من خلال هذه الورشة إلى تزويد الدول الأعضاء بإطار مرجعي وإرشاد في صياغة السياسات والاستراتيجيات لدعم التنمية الزراعية من خلال إنتاج بذور جيدة. إن منظمتنا المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، وهي تطلق مشروع تعزيز ترقية نظام حماية المقتنيات النباتية، تدخل بعدا جديدا يتعلق بجودة البذور ضمن سياسات التنمية الزراعية، وتعتبر ذلك دفعا إلى مزيد من الإنتاجية الزراعية وإسهاما في الأمن الغذائي وعاملا لتحقيق التنمية المستدامة. وما ستتلقونه في هذه الورشة هو بعض المبادئ التوجيهية لتمكين الدول الأعضاء بشكل أمثل من إعداد سياساتها واستراتيجياتها في مجال دعم التنمية الزراعية عن طريق إنتاج البذور عالية الجودة. إنني على يقين من أنكم ستتدبرون منطق هذا المشروع وبناءه الداخلي، وتتبنوه، وأنكم ستحسنون لاحقا استخدام مخرجات هذا الملتقى في بلورة سياسات مناسبة لبلداننا في هذا المجال الحيوي. تم خلال الورشة تقديم عروض حول محاور استراتيجية تحسين البيئة السياسية والتنظيمية والمؤسسية لإنشاء وحماية وتطوير الأصناف النباتية، وتوقيع عقد مراكز البحوث للفحص الفني لزراعة أصناف جديدة من النباتات. وبهذه المناسبة أشار وزير الزراعة السيد يحيى اللحمد الوقف إلى أن الملكية الفكرية محفز لتنمية عامة خصوصا في مجال الزراعة والصناعة، فهي تعزز الاحترافية، وأننا في موريتانيا بحاجة لهذه الورشة لما فيها من دعم للزراعة وما توفره من فرص عمل ومحاربة للفقر والمجاعة. المدير العام للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية دينيس البوهوسو أكد في كلمته أن هذا المشروع هو جزء من تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمكتب الإفريقي للفترة 2018-2022، ويستهدف مجالين رئيسيين وهما تعزيز الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية من أجل تنمية الدول الأعضاء وبناء قدرات الموارد البشرية في مجال الملكية الفكرية، إضافة إلى تعزيز نظام حماية الأصناف النباتية في الدول الأعضاء في المنظمة. يأتي هذا الملتقى في وقت تعبئ الحكومة فيه كل الطاقات والإمكانيات لإنجاح الحملة الزراعية، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني.